كويس، استاذن خلاص. كل فترة بيحاول أعمل لك اللي قبلها كانت مسجلة 4 ساعات. شوف كده يا ريس، تشيك على الصوت و... لا 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 آخر محاضرة طبعا كنت انتوا واخدتوا ان هو عبارة عن ايه بقى؟ الدائرة التي تحتوي على مقاومة بس، وبعدين الدائرة اللي تحتوي على كويل فقط، والدائرة التي تحتوي على مكثف، صح ولا لا؟ مظبوط يا دكتور. احنا خدنا دائرة فيها ريزيستنس، ودائرة فيها اللي هو الكويل اللي هو اندكتنس، والدائرة الثالثة اللي فيها الكباستنس. كان الهدف من القصة دي، لو انتوا فاكرين في بداية خالص اللي هو شابتر 6، قلت لك ان انا يعني مش هطلع مره واحده السلم على طول قفز كده، لا انا هاخدها درجات، هاخد دايره تحتوي، وخاصه انا بتكلم على دوائر كهربيه، يبقى انا بتكلم على دوائر اللي هو السنجل فيز اللي هو شابتر 6. قلت هاخد دايره تحتوي على مقاومه، وبعدين دايره تحتوي على كويل اللي هو في صوره الاندكتنس بتاعته، ودايره تحتوي على مكثف، وبعدين اشوف الكاركترستيك، لحظه، اشوف الكاركترستكس بتاعه كل الدوائر دي، وابدا اجمع دايره فيها ار يعني ريزيستنس مع كويل يعني ريزيستنس مع اندكتنس، ودايره ثانيه ار مع كاباستورز او ار مع اللي هو اكس سي. بعد كده برضو اشوف الكاركترستيك بتاعتهم، وابدا كده في الاخر اخد الار مع ال مع السي. يعني انا بالظبط كاني برجع للاليمنتس اللي هي الباسيف اليمنتس بتاعت الدائره الكهربيه، وهي الار والال والسي، اجمعهم مع بعض كلهم في دائره، واخد الدائره دي مره توالي ومره توازي. يعني ممكن ناخد الشغل بتاعنا واطبق اللي هو الكي في ال، وبعد كده اطبق الكي سي ال، ده اللي هو الشابتر على بعض. لو بدأت ريفيو سريع على اللي تم بالنسبة للدائرة التي تحتوي على مقاومة فقط، لقيت حاجة مهمة جدا، وهو الويف بتاعة الكرنت نفس الويف بتاعة الايه الفولتش. يعني احنا ثبتنا عملنا ابلايد للفولت، وهو الفي اوف تي بيساوي في ماكسيمم ساين اوميجا تي. ما جيت ابص للويف بتاعه التيار، لقيت الويف بتاعه التيار بتاخد نفس الويف بتاعه الفولت، بس طبعا اختلاف في الماجنتيود. يعني الاي اوف تي اصبح بيساوي الاي ماكسيمم، ده الماجنتيود بتاعه، ساين اوميجا تي، مفيش فرق. يبقى ده بادئ من نقطه الزيرو وينتهي عند ال 180، وطبعا بيطلع ماكسيمم عند ال 90 مع بعض، اختلاف في الماجنتيود، وبيرجعوا تاني الى في الجزء النيجاتيف الى 270 ماكسيمم نيجاتيف، وبعدين يرجع الى اللي هو 360 ياخد الدوره بتاعته كامله. معنى هذا الكلام ايه؟ معنى هذا الكلام ان التيار في حاله الدائره التي تحتوي على مقاومه فقط، ان التيار ان فيز ان فيز ان فيز مع مين؟ مع الفولت. وكلمة انفيز دي مهمة جدا عندي في السيركتس. انفيز يعني الزاوية المحصورة ما بين الفولت والتيار ايكوال زيرو. معنى هذا الكلام يعني لما اجي ارسم الفيكتور ديجرام، ركز معايا، بص الاقي الفيكتور ديجرام ده بتاع تيار، في صوت ده بتاع تيار، وده بتاع تيار، وبعدين ينطبق عليه ده بتاع الفولت، ينطبق عليه اللي هو الفولت، ينطبق عليه ده الانفيز. ده الفيكتور ديجرام، ده الفيكتور ديجرام. معنى هذا الكلام ان الزاوية المحصورة ما بين الفولت والتيار ايكوال زيرو. تعريف الباور فاكتور اللي هو الجزء الجديد اللي عندي،
باور فاكتور في أول تعريف له هو عبارة عن كوزاين الزاوية المحصورة ما بين الفولت والتيار. يعني الباور فاكتور بتاعي في الدوائر اللي هي تحتوي على القوة بس، الباور فاكتور معامل قدرة باور فاكتور اللي هو بنسميه بي اف باور فاكتور بيساوي كوزاين في اي، واعمل عليها 8 كده معناها الزاوية المحصورة ما بين الفولت والتيار. الثمانية اللي هي معمولة على الفي والاي دي معناها الزاوية المحصورة ما بين الفولت والتيار. الزاوية المحصورة ما بين الفولت والتيار في هذه الحالة ايكوال زيرو، يبقى الباور فاكتور بتاعي بيساوي 1. يعني ده معناه كوزاين زيرو يعني بيساوي 1. يبقى الباور فاكتور أقصى قيمة له، الماكسيمم باور فاكتور، متى أحصل على ماكسيمم باور فاكتور في الدائرة؟ لما تكون الدائرة عبارة عن ريزيستيف سيركت، بيور ريزيستيف سيركت، يعني مقاومة بس. يبقى باور فاكتور بتاعك في هذه الحالة عبارة عن 1. يبقى أنا طلعت بأول كاركترستيك عندي في الدائرة لا تحتوي على المقاومة كالآتي، إن لقيت الموجة بتاعت التيار هي نفسها الموجة بتاعت الفولت. يعني التيار بنسميه إن فيز مع الفولت، يعني الآي إن فيز ويز في. معنى هذا الكلام إن الزاوية المحصورة بتوين زم إيكوال زيرو، وده الفيكتور دايجرام بتاعهم. معنى هذا الكلام إن الباور فاكتور أول تعريف له عبارة عن كوزاين الزاوية المحصورة ما بين الفولت والتيار، يبقى كوزاين زيرو إيكوال 1. خلاص؟ بعد كده حبيت أشوف الباور، لأن الباور أنا عندي فيه الأكتف باور لو أنتوا فاكرين عبارة عن ديسيبيتد في الريزيستورز. فيبقى أنا عندي الأكتف باور اللي هي البي بالوات أو كيلو وات أو ميجا وات، ثبتها لقيتها بتساوي الفي في أي أو اي سكوير في ار او في سكوير على ار. ده القدره اللي هي بتاعه الباور، الافرج باور اللي انا عايزها في الدايره دي. طبعا كلنا لو بصينا في الكتاب هتبص تلاقي ايه، هو طبعا عامل لك تفاضل وكامل ومجيب لك مين، جيب لك اللي هو البي افرج اللي احنا بنقول عليها البي. فالبي في حاله الدايره دي عباره عن في في اي، او طبعا قانون اوم انتوا عارفين الفولت في التيار هيديني الباور، وده وظيفه الوات ميتر، او في سكوير الفولت اللي موجود على المقاومه في سكوير على ار، او اللي هو عباره عن الاي سكوير في ار. بعد كده انتقلنا الى دايره تحتوي على كويل بس. دايره انا براجع المحاضره اللي فاتت عشان برضو محدش يحط في مخه ان انا دخلت محاضره جديده، لا لسه. فلقيت اصلا الدائره التي تحتوي على كويل بس وضعه كان بالمنظر ده. برضو تاني، دائره تحتوي على كويل بس كان وضع الدائره كده، ده عباره عن كويل اهوت، والدائره تحت كانت الفولت بتاعك والفي اوف تي والاي بتاعك، وده عباره عن ال، ده التيار بتاعك اهوت الاي اوف تي، وده عباره عن ال. اما جيت قلت والله هنا طبعا مفيش في الدايره الا عباره عن ال، يعني هنا زائد او ناقص بيسموها كده في ال، دي ال ودي في ال. طبعا الفي ال هي عباره عن الفي بتاعت السبلاي دلوقتي، لان الدايره لا تحتوي الا على ال. اولا في ال بيساوي ال في الدي اي باي دي تي. فانا لو فرضت ان في تيار، نركز مع بعض، الكلام ده موجود عندك وخدته الاسبوع اللي فات، لو ما خدتش قول. لو فرضت ان التيار اللي ماشي في الدايره اس الاي اوف تي بيساوي اي ماكسيمم ساين اوميجا تي، الاي بيساوي اي ماكسيمم ساين اوميجا تي، اما اجي اجيب الفي اللي هو الفي ال، يعني اللي هو بيساوي الفي بتاع السبلاي، لان الدايره ما تحتويش الا على ال فقط، فهقول في ال بيساوي ال دي اي باي دي تي. يعني انا هعمل تفاضل، هعمل تفاضل لمين؟ للتيار. يبقى ال في الدي اي باي دي تي. اما اجي فاضل هلاقي ان طبعا اوميجا هتطلع بره والاي ماكسيمم، وبعدين ما عندك ال،
يبقى اوميجا ال في الاي ماكسيمم والساين تتحول الى كوزاين، تفاضل الساين يتحول الى كوزاين، او تقول الساين افتح قوس اوميجا تي زائد 90، وكلمه زائد 90 معناها ان 90 بتحول لك الساين الى كوزاين، يعني اما تقول كوزاين اوميجا تي اور ساين افتح قوس اوميجا تي زائد 90. يعني اذا العلاقه ما بين الفولت والتيار زاويه 90، لان التيار عباره عن الاي بيساوي اي ماكسيمم ساين اوميجا تي، والفي اصبح عباره عن اللي هو في ماكسيمم اللي هي عباره عن مين، اي ماكسيمم اوميجا ال اللي هي اكس ال، يعني ساين افتح قوس اوميجا تي زائد 90. يعني الفولت هنا متقدم على التيار بزاويه 90. مره اللي فاتت كانت في حاله المقاومه بس ان الفولت انفيز، لا ده هنا الفولت متقدم، ليدز الكرنت باي ان انجل كام 90. يعني انا كده لو واخد التيار از ا ريفرنس اهوت، التيار از ا ريفرنس، يعني انا لو التيار اي اوف تي هلاقي الفولت كده متقدم عنه بزاويه كام، الفي ال اوف تي، الفي ال متقدم عباره عن 90 درجه. يبقى انا دلوقتي لقيت ان الفولت الفي ال او الفي بتاع السبلاي او الفي بتاع السبلاي اللي ما عنديش الا هو، يبقى انا عندي دلوقتي في زاويه انجل ما بين التيار والفولت، ده الفيكتور ديجرام على فكره 90. طب ساعتك بتقول لي ان الباور فاكتور بيساوي كوزاين الزاويه المحصوره ما بين الفولت والتيار، كوزاين 90 بكام؟ يعني الباور فاكتور هنا هيساوي الباور فاكتور بتاعي هيساوي كوزاين 90 درجه، هيساوي زيرو. يبقى في حاله الدائره التي تحتوي على ال فقط، ال فقط الدائره التي تحتوي على ال فقط اللي هو اندكتنس، يعني الباور فاكتور بتاعك عباره عن زيرو. يعني انا دلوقتي حددت لك الليميتس بتاعت الباور فاكتور، يا اما يكون زيرو يا اما يكون واحد، نركز مع بعض. يبقى الباور فاكتور بتاعك محصور ما بين ايه، يا زيرو يا وان، زيرو ده اقل حاجه، وان ده اكبر حاجه. طب ايه العلاقه دلوقتي ما بين الفولت والتيار؟ ان الفولت متقدم على التيار بزاويه 90، يعني الفي ليدز الكرنت باي 90، يعني الاي لاجنج الكرنت باي كام 90، يعني الدايره فيها تيار متاخر عن الفولت او فولت متقدم على التيار، ده من ضمن الكاركتر. طيب البي افريج، البي افريج اوتوماتيك بزيرو، ليه؟ لان انت عندك كويل ما بيختزنش ايه، هو ما فيهوش ديسيبيتد باور، ما فيهوش ديسيبيتد باور، ده هو في اختزال للقدره ولكن ما فيهوش ديسيبيتد باور، فيبقى الفي افريج على طول بزيرو من غير ما تحسب، البي افريج بزيرو. يبقى من ضمن الكاركترستيك بتاعه الدائره التي تحتوي على اللي هو كويل فقط في صوره الاندكتنس بتاعته، اول حاجه لقيت اوت اوف فيز، يعني زاويه ما بين الفولت والتيار 90، لقيت ان طبعا ان الباور فاكتور في هذه الحاله بزيرو، طبعا الفيكتور ديجرام اللي انا رسمه قدامك، وبقول في هذه الحاله ان الفولت متقدم على التيار او التيار متاخر عن الفولت، والبي افريج ايكوال زيرو. بس نراعى الدائره التي تحتوي على اللي هو مكثف فقط. طب مكثف يعني ايه؟ نبص مع بعض بقى، دائره تحتوي على المكثف فقط، دائره تحتوي على مكثف، ده عبارة عن المكثف بتاعي، وهنا عبارة عن برضو السبلاي بتاع AC، وهنا الـ V of T، وهنا الـ C، وهنا الـ VC، والتيار بتاع جنابك الـ I of T، وده موجود عندك. طيب لو ما بص على الدائرة دي ألاقي طبعاً إن عندي الدائرة دي تحتوي على مكثف بس فقط، برضه نفس الكلام. لو عملت ابلايد للفولت على الدايره دي وقلت ان الفي بيساوي في ماكسيمم ساين اوميجا تي، يبقى التيار بتاعي الاي هيساوي سي في الدي في باي دي تي، وانتوا عارفين ان احنا في حاجه اسمها ان الاي بيساوي دي كيو باي دي تي، والكيو ان هي الشحنه بتساوي لي السي في الفي، عشان برضه اللي مش فاهم
ان الاي بيساوي الكيو باي دي تي، والكيو بيساوي السي في في، يبقى الاي بيساوي السي في الدي في باي دي تي. فانا لو فرضت ان الفي اوف تي بيساوي في ماكسيمم ساين اوميجا تي، يبقى انا في هذه الحاله هعمل عمليه ديفرنشيتنج للفولت، هيديني التيار. اما اجي فاضل برضه هيديني عباره عن اوميجا سي في في ماكسيمم كوزاين اوميجا تي. كوزاين اوميجا تي. يبقى في هذه الحاله اصبح الويف بتاعه الفولت ساين والويف بتاعه التيار كوزاين. لو انت عايز تحول الويف بتاعه التيار من كوزاين الى ساين، هتقول ساين افتح قوس اوميجا تي زائد 90 زائد 90. يبقى عكس اللي فات، هلاقي التيار هنا اللي متقدم، التيار متقدم عن الفولت ب 90. يعني كده، يعني لو انا واخد كده ده التيار بتاع اي اوف تي، يبقى الفولت بتاعه كده، ده الفي سي، يبقى كده الزاويه كام؟ 90. يعني الفولت بتاعك هو اللي متاخر عن التيار، يبقى التيار متقدم ليدس الفولت. يبقى عكس اللي هو الاندكتنس او عكس الكويل. يبقى اذا في حاله الاندكتيف سيركتس او البيور اندكتيف سيركتس، ان التيار لاجي الفولت بزاويه 90. ركز معايا كلمه بيور اندكتيف سيركت، يعني دايره تحتوي على ال فقط، عشان هندخل بعد كده ار مع ال. يبقى الدايره التي تحتوي على ال فقط، التيار لاج الفولت باي ان انجل 90 اور الفولت ليدز الكرنت باي ان انجل كام؟ 90. في هذه الحاله قلت لك في الدايره اللي هناك ان الباور فاكتور بزيرو. نبص للحاله بتاعتنا، في حاله بيور كاباسيتيف، يعني دايره تحتوي على مكثف فقط، مكثف فقط، وبالتالي هلاقي ان التيار ليدز اللي هو الفولت باي ان انجل 90 اور الفي لاج اللي هو الاي باي ان انجل 90، الباور فاكتور يساوي كام؟ 90. يبقى في هذه الحاله زيرو في البيور كباسيتيف، وفي بيور اندكتيف الباور فاكتور بزيرو. يبقى احنا فاهمين ان في اما يكون عندي بيور اندكتيف او بيور كباسيتيف الباور فاكتور بزيرو، لان دي الزاويه 90. بعد كده طبعا بالنسبه للكباستور مفيش ديسيبيتد باور، مفيش ديسيبيتد باور، في ستورد انرجي ولكن ديسيبيتد باور مش موجوده. فيبقى البي افريج، البي افريج تاني البي افريج ايكوال زيرو. يبقى نطلع من دراسه الثلاثه كالاتي، اللي في حاله الريزيستنس الباور فاكتور بواحد، والتيار ان فيز الزاويه ما بين الفولت والتيار ايكوال زيرو، الباور اي سكوير في ار، في سكوير على ار، او الاي في الفي. نروح للحاله الثانيه الاندكتيف او بيور اندكتيف، ان الزاويه المحصوره ما بين الفولت 90، يعني الفولت متقدم عن التيار باي انجل 90 او التيار متاخر، الباور فاكتور بتاعك بزيرو، كوزاين 90 بزيرو، خلاص البي افريج بزيرو لان مفيش ديسيبيتد باور في الاندكتور او في الكويل. نروح على الدايره الثالثه وهي بيور كاباسيتيف، التيار هو اللي متقدم عن الفولت ب 90 او الفولت متاخر عن التيار ب 90، باور فاكتور برضه بزيرو، البي افريج بزيرو. ده ملخص الثلاثه وده في منتهى البساطه. المفروض ان احنا عارفين ان اما اجي اتكلم على الدايره اللي فيها اندكتنس، ظهر عندي حاجه اسمها اوميجا ال او اكس ال، يعني كان عندي ظهر حاجه اسمها اكس ال، واكس ال معناها اوميجا ال. يعني في الدايره لازم تكون عارف الكلام ده وذاكرته كمان اصلا، يعني المفروض ان نكون ذاكرنا الكلام ده. ظهر عندي حاجه اسمها اللي هي اكس ال، يعني كان عندي طبعا احنا خدنا قبل كده ان هو احنا هنشتغل في الاي سي، هنشتغل على كومبلكس نمبر، فهشتغل على حاجه اسمها الزد، والزد دي كومبلكس نمبر، الزد بتاعت الدايره، وبقول ان الفي بيساوي الاي في زد،
انا مش شغال دي سي عشان اقول اي ار، لا اي في زد وعكس الزد طبعا الواي، الزد دي الامبيدنس بتاعت الدايره اكتبالك عشان ما ذاكرش، ارجو ان هم يذاكروا لان مفيش وقت. يعني انا عندي زد ودي عباره عن الامبيدنس، الامبيدنس اوف سيركت، والامبيدنس ديت زد هتبقى يا اما يعني في حالة اللي هو عبارة عن بيور ريزيستيف سيركتس يبقى زد بيساوي ار، هنسميها زد ار. ده في بيور او بيور ريزيستيف يعني فيها مقاومة بس، يعني ار اونلي. وبعدين زد هتساوي جي اكس ال في حالة بيور اندكتيف سيركتس، يعني ال فقط، ال فقط. وبعدين ونسميها زد ال، وبعدين زد هتساوي جي اكس سي او ناقص جي اكس سي، ده في حاله ونسميها زد سي في حاله بيور كاباسيتيف. عكس الزد اللي هي الواي، ده عباره عن واحد على زد، وبنسمي دي ادميتنس. ادميتنس الزد بعد كده هناخدها كومبلكس في الدائره التي تحتوي على ار مع ال، ار مع السي، ار مع ال مع السي. طيب نبص بقى في كلمه اكس ال واكس سي. اكس ال معناها اوميجا ال، اكس ال معناها اوميجا ال. اكس ال معناها اوميجا ال معناها 2 باي اف ال. في هذه الحاله يعني انت عندك سيبك من ال 2 باي والال، يبقى في الفريكوانسي بتاعك بيتناسب تناسب طرد دي مع اكس ال. يعني لو حبيت ارسمه كده اقول والله عباره عن دي عباره عن التردد وده اكس ال، هلاقي العلاقه تحت تردد كده، يعني عباره عن تناسب طردي، تناسب طردي، يبقى في تناسب طردي ما بين اللي هو التردد مع اكس ال. اكس سي سوى واحد على اوميجا سي سوى واحد على 2 باي اف سي، هلاقي في تناسب عكسي. يعني لو التردد بتاعك هنا زيرو يبقى معناها اكس سي انفينيتي، يعني نحط نرسم نعملها كده، بص كده تناسب عكسي، يبقى هو التردد بتاعك اهوت اف مع اكس سي، هلاقي جايه لك كده، جايه لك كده. يعني في حاله لما يكون التردد بتاعك زيرو هنبص نلاقي اللي هو جاي لك انفينيتي من فوق، ده عكسي. اما نيجي نرسم الاثنين مع بعض في التردد هعمل كده، بص لو حبيت ارسم الكيرفين مع بعض هبص الاقي جايه كده، بص معايا كده، هنسميها دي اكس معناها اكس ال او اكس سي. هرسم كده، ده التردد بتاعي، وبعدين هنا اكس وخلاص، واكس تعني اكس ال او اكس سي، هلاقي واحده جايه لي كده وواحده جايه لي تاني كده، ده اسمها اكس ال وده اسمها اكس سي. دي اكس على بعض ده. امسح ده خلاص مش عايزه. وده السهم بتاعك معناها اكس وخلاص، وده جاي لك كده. اه جميل. نبص على الشكل ده. هنا الخط ده يدل على اكس ال تناسب طرد، هنا اكس سي تناسب عكسي. ايه اللي تم عندك بقى؟ نبص حته مهمه جدا. نبص معايا دلوقتي للشكل ده. انا مسح لك ده كمان، نبص للشكل ده. هلاقي الشكل ده اتقسم الى 3 زونز، الى 3 مناطق. نقطه الكروسنج اللي هي النقطه دي،
بس النقطه دي، وبعدين اعمل خط كده اهو، خط بتاع ده كده لازم الباوندر بتاعي اهو، خط المنطقه دي واحد، المنطقه دي اتنين، المنطقه دي تلاته. لو بصيت لواحد الاقي ان اكس سي مور زان اكس ال، اكس سي مور زان اكس ال، فبسمي الحته دي كباستيف. كباستيف معنى كلمه كباستيف يعني يعني فيها ان التيار هو اللي متقدم عن ايه؟ عن الفولت. في منطقه رقم 2 هلاقي ان اكس ال مور زان اكس سي ال، فبسميها اندكتيف. معنى كلمه اندكتيف يعني التيار هو المتاخر عن الفولت. في الاندكتيف سيركت التيار هو المتاخر عن الفولت. في الحته اللي في النص اللي هي رقم 3 هلاقي ان اكس ال بتساوي اكس سي، معناها الدائره اتحولت. لو انت عندك الزد على بعضها اللي هي الزد هتساوي، يعني لو خدت الدائره على بعضها المفروض الزد تساوي ار بلس جي اكس، وار بلس جي اكس واكس دي عباره عن اكس اكس اللي تحت دي اما اكس ال اور اكس سي او المحصله بتاعتها. اشرح لك بعدين عشان ما تتوهش. يبقى انا دلوقتي خلينا في القدامي. يبقى الكيرف اللي عندك ده مره كانت اكس ال في الزون الاولاني، مره كانت اكس سي او اكس ال ليس زان او اكس سي مور زان اكس ال، فالدايره معناها كباستيف يعني التيار متقدم عن الفولت. وبعدين في منطقه الزون الثاني ان اكس ال مور زان اكس سي او اكس سي ليس زان اكس ال، فالتيار متاخر عن الفولت. فمعنى هذا الكلام ان انا عندي مره الدايره كباستيف، مره الدايره اندكتيف، وفي النص اكس سي بيساوي اكس ال، يعني الدايره تحولت الى ريزيستيف. ماذا يعني هذا الكلام؟ وده مهم جدا. طبعا احنا عندنا الباور فاكتور بتاعك متعلق دايما بالتيار، محدش يقول لك بالفولت. يعني الباور فاكتور بتاعي ريليتد بالكرنت. ليه بقى؟ انت ابلايد الفولت على الدايره، وبعدين بعد ما حطيت عندك الفولت بتاعك اللي هو السبلاي، عايز تحط في الدايره مثلا مقاومه بس، وبعدين تشيل المقاومه وتحط مثلا كويل بس، تشيل الكويل وتحط مكانه مكثف بس، او تيجي تحط لود حمل في صوره ار مع ال او ار مع السي. في كل حاله من الحالات دي مين اللي بيتغير؟ الباور فاكتور بتاع الدايره. طيب اذا ان الباور فاكتور هيتغير مع تغير الحمل، والحمل معناه كرنت، يبقى اذا الباور فاكتور بتاعي ريليتد للكرنت، ريليتد للحمل. يعني لو الحمل عندي ار بس يبقى الباور فاكتور بتاعي بواحد، الحمل عندي ال بس يبقى الباور فاكتور بتاعي بزيرو، الحمل عندي سي فقط يبقى الباور فاكتور بتاعي ايه؟ برضه بزيرو. لو الحمل خليط يبقى فيه باور فاكتور بس ولا هو زيرو ولا هو 1، هو اعلى من الزيرو واقل من ال 1. ومره هنقول عليه عباره عن لاج باور فاكتور وليد باور فاكتور. الدائره اللي فيها ار فقط بنسمي يونيتي باور فاكتور. كلمه يونيتي يعني واحد، برضو اعرف الاسماء دي، يونيتي باور فاكتور كلمه يونيتي يعني واحد. فاذا انا عندي الدائره التي تحتوي على مقاومه فقط بقول لك الباور فاكتور بواحد، بنسميه يونيتي باور فاكتور. دلوقتي هدخل النهارده على دائره تحتوي على ار مع ال وار مع السي. بسيطه خالص، لو احنا بصينا للدائره التي تحتوي على ار مع ال وار مع السي، يعني انا دلوقتي هقول ار ال سيريز سيركت، وار ال سيريز سيركت دي موجوده على حمل او حمل على صوره ار مع ال، او ار ودي ال
خد الدايره بتاعتك وده في اوف تي وده عباره عن اي اوف تي ده ار وده ال هنا عباره عن في ار وهنا عباره عن في ال لو انت اشتغلت بالكي في ال بالكي في ال يبقى في اوف تي في اوف تي مصروف بيساوي في ار زائد الفي ال ده الكي في ال بتاعه كي في ال كي في ال لو احنا بصينا الفي ار الفي ار بيساوي الاي بتاعك في زد ار يعني بيساوي الاي في ار لان زد ار معناها ار والفي ال بيساوي الاي في زد ال يعني بيساوي الاي جي اوميجا ال يعني جي اكس ال لو انا حبيت اترجم الفي اوف تي هيساوي اي ار زائد جي ار اكس ال هيت يعني ده هيساوي ار ار بلس جي اكس ال يعني الاي في زد ده الفي اوف تي يبقى طلع لك كده اي في زد يبقى الزد بتساوي ايه تحت الدايره في هذه الحاله زد بتساوي ار بلس جي اكس ال ده كومبلكس نمبر لو انا عايز اجيبها كماجنتيود يبقى زد هتساوي زد ماجنتيود جذر التربيع بتاع ار سكوير زائد اكس ال سكوير زاويته طبعا تان ماينس 1 اكس ال على ار مش يا شباب ده الماجنتيود بتاعك سوري ما تكتبش الماجنتيود ده اهو جذر التربيع ده الماجنتيود يبقى الماجنتيود بتاعك عباره عن ار جذر التربيع بتاع ار سكوير زائد اكس ال سكوير والزاويه بتاعتها يبقى عباره عن اكس ال على ار يعني زد هتساوي لي زد ماجنتيود مع زاويه اسمها سيتا زد والسؤال هنا بقى السؤال هنا لما ابص للدايره الاقي الدايره فيها عباره عن تو كومبوننت وهي عباره عن الار والال واصبح في فولت اسمه في ار وفي ال التيار بيمر يعني في دروب موجود في الفي اللي هو في الار والال والفولت بتاع السباي كله بيساوي الفي ار زائد الفي ال وانت لما جيت تعوض عن الفي ار لقيته بيساوي الاي في زد ار يعني اي في ار وان الفي ال بيساوي اي في زد ال يعني جي اكس ال في الاي اما جيت اجمع طلع الزد الكومبوننت تحت الزد نبص بقى في اللي هو الفولت والتيار الفولت بتاعك في هذه الحاله مع التيار طبعا لما كنا بندرس الفولت والتيار في الثلاثه على الانفراد لقيت مره العلاقه ما بين الفولت والتيار كانت مره اول تو فيز يعني زاويه 90 والمره الثانيه برضه 90 والمره الاولانيه خالص اللي هي بتاعه الريزيستيف سيركتس منطبقين على بعض. هل الكلام ده هنا موجود؟ لو ببص للدايره التيار بتاعي والفولت بتاعي الاقي ان الزاويه المحصوره ما بين الفولت والتيار مش 90 تعال شوفها يعني الكلام ده عندك لو انت معاك الكتاب حاليا الكلام ده موجود عندك لو انت معاك الكتاب يعني هتلاقيه موجود في صفحة مروعة على R مع L هتلاقيه ابتداء من صفحة 635 صفحة 635 ده اللي هو الـ R مع L الدايرة اللي عندك الـ R مع مين؟ مع الـ L نبص بقى لل هو طبعا مدي تيار نفس الموجة قال لك هفرض ان التيار عندي في الدايرة وعبارة عن الاي بيساوي اي ماكسيمم ساين اوميجا تي يعني التيار اللي عندك في الدايرة فرضه بان الاي بيساوي اي ماكسيمم ساين اوميجا تي الفي بتاعت اللي هو الفي ار طبعا انا لو خدتها بالموجة يبقى الفي ار بيساوي في ار خد بالك لو نحن هندرسها بالراحة كده ركز مع بعض بص معانا لو انا هبص كده التيار بتاع الدايره كله الاي بتاع الدايره
لو انت فرضت بيساوي اي ماكسيمم ساين اوميجا تي، ده التيار. طبعا احنا عارفين ان الفي ار، الفي ار احنا طلعناه لو خدنا الار لوحده ان الفي ار اوف تي، الفي ار اوف تي يساوي في ماكسيمم ساين اوميجا تي. ليه؟ لان انا قلت لما كل الدائره فيها ار بس فالتيار الفيز مع الرابطه ده الفي ار. طيب الفي ال اصبحت في ماكسيمم ساين افتح قوس اوميجا تي زائد 90 من اللي انا شرحته قبل كده. يبقى انا خدت ايه بقى؟ جبت الفولت اللي عندي هنا كويف، الفولت اللي هنا كويف مقارنه بالتيار. وفعلا ده لو انا واخد الدائره بس فيها اندكتنس الاقي ان الفولت متقدم على التيار، ده اللي عملناه. وفي حاله الريزيستنس بس لقيت ان الفولت انفيز مع مين؟ مع التيار. لو جيت اجمع الاثنين المفروض هيديني عباره عن الفولت بتاع السبلاي، المفروض ان الفولت بتاع السبلاي بيساوي الاثنين، هيطلع فيه ان الفولت بتاع السبلاي ساين اوميجا تي زائد فور. يعني الاي ماكسيمم الاي اوف تي بقى او الفي اوف تي هيديني الفي ماكسيمم ساين اوميجا تي زائد فور. نبص بقى للمعادله بتاعه الفولت ده، معادله التيار ده، هلاقي هنا في حاله الدائره دي اسمها اندكتيف سيركتس، اسمها اندكتيف سيركت، هلاقي ان العلاقه التي تربط الفولت مع التيار، تعالى نرسم الفيكتور ديجرام، عباره عن زاويه مش 90 زاويه فوق. نرسم الفيكتور ديجرام، ناخد الفيكتور ديجرام الاولاني. لو انت واخد في دايما في الدوائر التوالي، في الدوائر التوالي خد التيار از ريفرنس، في دوائر التوالي خد التيار از ريفرنس. يبقى انا عندي التيار ده ار، ده التيار، وبعدين الفي ار منطبق عليه بدل الفي ار، ده الفي ار، وبعدين الفي ال متقدم عليه بزاويه كام؟ 90. يعني انا ممكن اخد منهم ده زاويه 90 عباره عن الفي ال اللي هي من هنا اصلا زاويه 90. لو انا عملت كده يعني في ال جي اكس ال وده اي ار خلاص، وده اصبحت عباره عن الار واكس ال، يعني ده في ال هو عباره عن اي، وبعدين هنا عباره عن الزد، يبقى ار اللي هي مين؟ اي في زد اللي هو مين؟ اللي هو الفي بتاع السبلاي بتاعنا. يبقى الفي بتاع السبلاي بيساوي الفي ار زائد الفي ال او المثلث الزاويه المحصوله. نركز تاني، انا خدت التيار از ريفرنس، خدت الفي ار منطبق عليه ان فيز معاه منطبق عليه، الفي ال اللي هو بيساوي اي او جي اي اكس ال، جي اي اكس ال. المفروض اما اخد الفي ار والفي ال يديني الفي بتاع السبلاي الكي في ال، الفي بتاع السبلاي انا لسه مطلعه اي في زد، اي في زد، اي في زد، اي في زد، اكتبها اي زد. عمل مثلث، الزاويه المحصوره ما بين التيار والفولت، التيار بتاع الدائره والفولت بتاع الدائره فاي، الفاي دي مش 90، مش 90، مور زان الزيرو وليس زان 90، يعني الفاي ديت مور زان الزيرو وليس زان كام؟ 90. خلاص يا شباب؟ ده الفاي. طب الباور فاكتور بيساوي ايه؟ كوزاين فاي، يعني الباور فاكتور هيطلع واحد؟ لا. طب يطلع زيرو؟ لا. ليه بقى؟ لان اصبح هيعتمد على قيمه الفاي. الفاي دي لو اي قيمه اذا الباور فاكتور هيطلع حسب القيمه بتاعت الفاي. الفاي لو ب 90 يطلع كوزاين 90 بزيرو، لو الفاي بزيرو يطلع واحد، ولكن هنا الفاي ولا ب 90 ولا بزيرو. الباور فاكتور بتاع باور فاكتور بيساوي كوزاين
فور. طيب الدائرة اللي هي عبارة عن فيها R مع L في حاجتين مهمين دلوقتي، ان الباور فاكتور بتاع كوساين فاي والفاي ديت ولا هي زيرو ولا هي 90، بس هنا في حتة مهمة جدا ان انت هتقول ان الفولت ليدز الكرنت، يعني ما زال ان الفولت ليد الكرنت باي ان انجل فور، يعني انت هتقول V of T ليدز يعني متقدم الاي الاي باي ان انجل فور، خلاص باي ان انجل فور، يبقى الفولت هو المتقدم اور اشيلها خلاص من هنا معلش تبالك في جنب الباور فاكتور، الباور فاكتور يساوي كوساين فور اور الاي لاج لاجز الفي لاجز الفي باي ان انجل فور. ده اول الفاين يا شباب هنا ولا هي بتساوي 90 زي ما قلت لك ولا بتساوي 1، هي بتوين مور ذان الزيرو وللزام كام اللي هو 9، ولذلك الباور فاكتور بتاعك محصور اعلى من الزيرو واقل من الواحد، وفي هذه الحاله الباور فاكتور بتاعي بسميه لاجنج باور فاكتور. مهم جدا الباور فاكتور بتاعي هون بسميه كده لاجنج باور فاكتور، في الدائره دي بقول الباور فاكتور بتاعك اسمه لاجنج باور فاكتور. يبقى متى يكون الباور فاكتور بتاعك لاج؟ في الدائره التي تحتوي على اندكتيف سيركتس وهي عباره عن ار مع اكس ال او ار مع ال، ده كله موجود عندك في صفحه 36 و 637 ده ما فيش مشكله فيه خالص، يعني الامر بسيط جدا. اذا في هذه الحاله اخرج من الدائره اللي هي تحتوي على ار مع ال بحاجتين، اولا الزد بتاعتها يعني هطلع منها بحاجتين، الزد اصبحت بتساوي ار بلس جي اكس ال بنهوت اطلع بحاجتين، الدائرة التي تحتوي على R مع L أولا R مع L يبقى أنا عندي I of T أو I وخلاص I of T معادلة التيار I of T يساوي I maximum sin omega T، ال V of T أصبحت بتساوي V maximum sin أوميجا تي زائد فاي، الباور فاكتور بتاعك بيساوي كوزاين فاي وبسميه لاجنج باور فاكتور. لاجنج لاجنج ليه؟ لأن الفولت المتقدم على التيار بزاوية فاي، الفولت المتقدم على التيار بزاوية فاي أو التيار متأخر عن الفولت بزاوية فاي، والتيار متعلق او الباور فاكتور ريليتد بالتيار، يبقى طالما التيار متاخر لاج يبقى الباور فاكتور لاج. بعد كده الزد بتاعت الدائره بتساوي ار بلس جي اكس ال كماجنتيود زد ماجنتيود مع زاويه سيتا زد، اجيبها ازاي؟ الجذر التربيعي بتاع ار سكوير زائد اكس ال سكوير، معلش اكس ال سكوير الزاوية بتاعتك عبارة عن تان ماينس 1 اكس ال على ار. الباور فاكتور بتاعك على طول الباور فاكتور حسبناه البي افريج على طول من غير ما تحسب ومن غير ما تدوش مخك، البي افريج بتاعتك البي افريج البي باور هتساوي الفي في اي كوزاين فور، ده مهم جدا الباور بيساوي في اي كوزاين فور. نروح لحته مهمه جدا، الشكل اللي قدامك ده مثلث، المثلث ده بنسميه فولتج تراينجل، ده اول حاجه فولتج تراينجل ليه؟ لان الاضلاع بتاعته في ار في ال في بتاع الصغر، يبقى لما يكون عندك الاضلاع بتاعتك كلها عباره عن فولت بقول عباره عن فولتج تراينجل، يبقى في ار في ال في. لو انا شفت التيار
هلا ايه عبارة عن ايه؟ R XL وبعدين Z هنسميه Impedance Triangle كالآتي. بص معاك، لو انا شلت التيار من هنا بقى عبارة عن R، وشلت التيار من هنا بقى عبارة عن GXL، وشلت التيار من هنا يبقى عبارة عن Z. يبقى المثلث الجديد اللي قدامك دهوت دهوت اسمه عبارة عن مثلث الهنا، مش اللي كده خالص اهو، يبقى عبارة عن R GXLZ اسمه Impedance Triangle. Impedance Triangle مثلث المعوقر. يبقى مثلث المعوقر يا حضراتي مكوناته R بعدين GXL بعدين زد، ده اسمه Impedance Triangle. لو انا ضربت في التيار تاني برضه عشان معلش، لو قلت R وهنا R وهنا R، معنى كده اسمه تاني VR وVL وV بتاع الصبلات، بسميه في هذه الحالة Voltage Triangle. اسمه Voltage Triangle. جميل. يبقى انا عندي دلوقتي فولتج تريانجل كل اطلعه فولت، بيدرس تريانجل كل اطلعه ار واكس ال والزد. اللي جاي بقى لو انا ضربت في مربع التيار، يعني قلت بقى اي سكوير ار، اي سكوير اكس ال، يعني كده قلت اي سكوير جي اكس ال، اي سكوير في الزد، اي سكوير في الزد، هيديني مثلث جديد جميل قوي. ده عباره عن البي وده عباره عن الكيو وده عباره عن الاس. اسم المثلث باور تريانجل. يعني هنشيل بقى بص بي اي سكوير في ار، كيو اي سكوير جي اكس ال، وبعدين اي سكوير في الزد بتديني اس. يبقى انا هو خد بالك اصبح ده عباره عن باور تريانجل، اضلاعه عباره عن باور، اضلاع ده اسمه باور تريانجل، باور تريانجل تريانجل. خلاص يا شباب باور تريانجل. مكوناته ايه بقى؟ البي بي بالوات، وات وده يعني اللي هي اقل حاجه او اللي نسميها وات او كيلو وات او ميجا وات او جيجا وات. يبقى تاني البي بتاعتك كلمه بالوات، كيلو وات، ميجا وات، جيجا وات. الكيو يبقى دي اسمها اكتف باور، اكتف اكتف باور اور ريال باور اور باور باور. اكتف باور هي البي عباره عن ايه؟ وات، كيلو وات، ميجا وات، جيجا وات. الكيو رياكتف باور، رياكتف باور اللي هي الكيو الوحدة بتاعتها عبارة عن بار بار فولت أمبير رياكتف، فولت أمبير رياكتف أو كيلو بار أو ميجا بار، اسمها إيه؟ فولت أمبير رياكتف. إس عبارة عن الفي في أي، اسمها أبيرنت باور. اس دي عبارة عن apparent power. تعال بقى نبص هنا، اما اجي اقول الباور فاكتور بيساوي كوزاين فاي، كوزاين فاي معناه ايه؟
باور فاكتور عندك اهو. بص الكلام مهم جدا جدا جدا. انت بتقول لي الباور فاكتور بيساوي كوزاين فاي، يعني بيساوي من الشكل اللي قدام البي على اس. يعني الباور فاكتور بتاعك بيربط ما بين حاجتين، عباره عن الباور فاكتور مهم جدا جدا. الباور فاكتور بتاعك بيربط ما بين حاجتين، اللي هو عباره عن الاكتف باور والابيرنت باور. بمعنى هذا الكلام، لو انت بتشتغل في مشروع ولا حاجه وعندك الوات وعايز تحوله الى فولت امبير، لازم تسال على الباور فاكتور. طب انت عندك الفولت امبير وعايز تحوله الى وات، لازم تسال على الباور فاكتور. مهم جدا يا حضرات هذا الكلام، انا بتكلم دلوقتي عموما عشان شغلنا. يعني العلاقه التي تربط دلوقتي الباور فاكتور بتاعك اللي انت شايفه ده، عباره بيربط ما بين الاكتف باور بي ومن بين الابيرنت باور اس. الاس ده فولت في امبير، وبعدين البي وات او كيلو وات او ميجا وات او جيجا وات. وبرضه فوق الاس ممكن تكون فولت امبير، كيلو فولت امبير، ميجا فولت امبير، جيجا فولت امبير. اذا هو بيربط ما بين اكتف باور وما بين ابيرنت باور. لو انا دلوقتي بعمل مشروع وعندي لمبات وجايبها كلها بالوات وعايز اترجم الكلام ده الى فولت امبير، لازم اسال على الباور فاكتور بتاعه اللمبه كام عشان احول من الوات الى فولت امبير، او الفايس فيرس. لو انت عندك فولت امبير وعايز تحوله الى وات، لازم تعرف مين الباور فاكتور. يبقى الباور فاكتور هنا له تعريف اخر، بدل ما هو كوزاين الزاويه المحصوره ما بين الفولت والتيار، لا بيساوي البي على اس. البي كاكتف باور او الريال باور، والاس الابيرنت باور. لو رحنا الى مثلث الامبيدنس اللي انا شرحته من شويه، هلاقي الباور فاكتور هو عباره عن كوزاين فا، يعني معناه ار على زد، ار على زد. يبقى الباور فاكتور تعرفه برضه هناك في الامبيدنس تراينجل، هو عباره عن الار على مين؟ على الزد. يعني العلاقه التي تربط الريزيستنس مع الامبيدنس الباور فاكتور. يبقى الباور فاكتور له تعريف ثالث، هو عباره عن الار على الماجنيتود بتاع الزد. يبقى تعريف الباور فاكتور ثلاث حاجات دلوقتي: كوزاين الزاويه المحصوره ما بين الفولت والتيار، ده رقم واحد. عباره عن الار بتاع الدائره على الماجنيتود بتاع الزد بتاعتها، او بيساوي البي على اس. البي اكتف باور على الاس، اللي هي الكلام ده منطبق على كل الدوائر. انا شرحت تقريبا دلوقتي كان يعني في حاله السي فقط، هتلاقي ان التيار هو المتقدم بدل الفولت ما هو المتقدم، يعني نفس الشرح بس هنشوف بس الزد هتساوي ايه والكلام ده. فاذا من اللي فاهم ومن اللي مش فاهم يا شباب؟ ولا قوه. معلش دكتور، معلش بس الباور فاكتور قانونه تاني. بص يا حبيبي، الباور فاكتور ده في غايه الاهميه. الباور فاكتور بتاعك تاني قوانينه، اول قانون قلنا هو عباره عن الزاويه كوزاين جتا الزاويه المحصوره ما بين الفولت والتيار، كوزاين اللي هو الانجل بتوين الفولت والتيار، خلاص. طيب الباور فاكتور اما نروح لمثلث الامبيدنس اللي هو كانت اطلاعه ار وبعدين جي اكس ال وبعدين الزد، هلاقي ان الباور فاكتور بيساوي كوزاين فاي. كوزاين فاي معناه ار على زد. يبقى التعريف الثاني بتاع الباور فاكتور ار على الماجنيتود بتاع الزد. اما نروح للمثلث بتاع اللي هو الباور تراينجل، اضلاع الباور تراينجل عباره عن البي اللي هو الاكتف باور، كيو اللي هي عباره عن الرياكتف باور، والاس اللي عباره عن الابيرنت باور. فلقيت الباور فاكتور بيساوي البي على اس. يبقى التعريف الثالث بتاع الباور فاكتور عباره عن البي على اس، يعني الاكتف على اللي هو الابيرنت باور. بقول التعريف الثالث ده في غايه الاهميه ليه بقى؟ لان انا بحتاجه دايما في اي مشروع بعمله. يعني انا دلوقتي عايز احسب الفولت امبير بتاع المبنى واو مثلا، فاما اروح على الاوض فلاقي الاوض عباره عن فيها لمبات، يعني شغاله في وات. فانا دلوقتي ما يهمنيش الوات، يهمني ان انا احسب الفولت امبير في الاوض. طب احسبه ازاي؟ لازم اعرف الباور فاكتور، احول الوات الى فولت امبير. طب انت مثلا دلوقتي عندك شغلك كله بالفولت امبير وعايز تخلي تشوف ان انت عايز كم وات او كم كيلو وات، لازم تشوف الباور فاكتور. اذا في الحته دي بالاخص الباور فاكتور مهم جدا، لان هو بيعمل لك ترانسفير ما بين
كذا وكذا اللي هو الوات والايه والفولت امبير. دول الثلاثه ديفينيشنز بتوع الباور فاكتور. ماشي يا شباب؟ الباور فاكتور زي ما قلت لك ان هو ريليتد بالتيار. الدائره التي تحتوي على التيار فيها لاج، يبقى بقول في تعريف الباور فاكتور لاجنج باور فاكتور. زي ما بقول لاجنج كارنت او لاجنج باور فاكتور، يبقى الباور فاكتور بتاعك مره هيكون يونيتي مش لاج ولا ليد لان الدائره ريزيستيف، ومره هيكون ليد ومره هيكون لاج. مره لاج في حاله الاندكتيف سيركتس اللي هي ار مع ال، في حاله الكباسيف سيركتس اللي هو ار مع سي بقى هيكون الباور فاكتور ليد لان التيار هيكون ليد اللي هو الدائره اللي بعدها على طول. ها اي استفسار اخر؟ يعني يا دكتور الباور، ها يعني الباور معتمد على اعداد التيار. الباور فاكتور مش الباور، الباور فاكتور اسمه معامل القدره، معامل القدره ده مهم جدا. اسمه الباور فاكتور يعتمد على التيار، ريليتد بالتيار. والدليل على ذلك عشان ما حدش يشرح لك غلط، والدليل على ذلك اما انت يكون عندك دايره كهربائيه وما تيجي تحملها، واحد حملها بدايره في او بحمل عباره عن مقاومه بس، يعني ايه؟ جاب لمبه انكانديسنت لامبس عباره عن ريزيستيف سيركتس. طيب في هذه الحاله الباور فاكتور بكام؟ بواحد، اللي احنا شرحينه من شويه. طيب واحد راح جاب اللمبه اللي انتم بتسموها الفلوريسنت او النيون دي اللي احنا اما حطيناها دي. طيب الحمل ده عباره عن ار مع ال، تشكوي ار مع ال. طيب هل الباور فاكتور بواحد؟ لا. هل الباور فاكتور بزيرو؟ لا، لان الزاويه المحصوره ما بين الفولت والتيار كوزاين فاي، ولا هي زيرو ولا هي واحد ولا هي 90. وفي هذه الحاله ان التيار هو اللي متاخر، من واضح اهوت من ان احنا المعادله اللي احنا شفناها، لان الاي مكتوب فوق الاي بيساوي اي ماكسيمم ساين اوميجا تي، والفي اوف تي بيساوي في ماكسيمم ساين افتح قوس اوميجا تي زائد فاي مش ناقص فاي، زائد يعني هو المتقدم لفوق، والفيكتور ديجرام واضح. يبقى اذا الفولت هو المتقدم، التيار هو المتاخر. فلذلك لما يكون التيار لاج هسمي الباور فاكتور في هذه الحاله بسميه كوزاين فاي، وممكن احسب الفاي اشوفها بكام واحسب الباور فاكتور، طلع مثلا 0.6 0.7 0.8 اكتب جنبه كده لاج. فانت ما تكتب لي كده لاج، يعني انا فاهم ان انت فاهم ان التيار متاخر. وعموما الزد لما يكون زاويتها زائد هتلاقي التيار زاويته بالنقص. ليه بقى؟ التيار زاويته التيار اصلا نيجي اما مش الزاويه بتاعه التيار على اساس ايه بقى؟ على اساس ان انت في هذه الحاله بتقول ان الاي بيساوي في على زد، في على زد، فالزد الزاويه تحت بالبوزيتيف المفروض تطلع فوق بالايه بالنيجاتيف بس. والزد لما تكون بالبوزيتيف امتى؟ لما تكون اللي هي الزاويه بتاعتها بالبوزيتيف امتى؟ اما يكون عباره عن ار بلس جي بلس جي، ار بلس جي اكس ال، يعني في ان اكس ال بلس جي اكس ال. نروح على طب اي استفسار اخر قبل ما نروح للدائره اللي بعدها؟ هو بس سؤال، هو ليه بلس 90 يعني؟ نعم، ليه الفاي ما نقولش عليه 90؟ انت سامعك يا باشا بتقول الفاي لازم ما نقولش عليه 90 ليه؟ جميل. احنا لما جينا نحسب خد بالك المره اللي فاتت لقيت انا عندي كان المعادله بتاعه الفولت طلعاني مثلا بالكوزاين والتيار بالساين، فعشان احول من كوزاين الى ساين او من الساين الى كوزاين لازم يكون عندك زاويه كام؟ 90، يعني الموجتين مختلفين. هنا لما تقعد تثبت في الدائره دي هتلاقي ان التيار واخد موجه الساين والفولت متقدم عنه برضه واخد موجه الساين بس متقدم عنه فوق بس مش 90. مره اللي فاتت كان عندك كوزاين فحولتها الى ساين قلت اوميجا تي زائد 90 بس، وده موجود عندك. فالزاويه هنا ولا هي زيرو ولا هي 90، هي فاي وخلاص لا قيمه. هنحسبها من الكالكوليشنز العاديه خالص، يعني انا قانون اوم هطبقه عادي لان قانون اوم بيساوي الفي، طبعا الفي بيساوي اي مش في ار، اي في زد، والزد هنا عباره عن كومبلكس وبالتالي الفولت كومبلكس لان التيار برضه كومبلكس، كل الدائره على بعضها كومبلكس. حبيت تحسب التيار الاي بيساوي في على زد، حبيت تحسب الزد قانون اوم، كله قانون اوم. يعني نفترض ان انت حبيت تحسب الزد عادي،
القانون او ما فيش مشكله في على اي ايه المشكله فيها الفي كومبلكس. وعلى فكره لو اداك مثلا سي مثلا قال لك ان الفولت بتاع الدايره 230 فولت في هذه الحاله هتقول 230 ما تسكتش قول 230 مع زاويه زيرو تكتب كده كماجنيتيود 230 مع انجل ايه زيرو اصبحت كومبلكس لان الفولت هو مديهولك كده كفيكتور 230 فهو بيقول لك خده كريفرنس خلاص يبقى زاويته كام زيرو. اما تشوف التيار هيطلع التيار بتاع الكومبلكس وبالتالي الزد كومبلكس او العكس لو انت عندك عايز تحسب التيار الزد بطبيعه الحال كومبلكس هيطلع لك التيار كومبلكس مفيش مشكله هي كومبلكس نمبر وخلاص طالما شغال اي سي طالما شغال اي سي. بس في دوائر الاي سي اللي هي التوالي دوائر الاي سي اللي هي التوالي يستحسن التوالي يستحسن ان انت تاخد التيار از ريفرنس. ليه؟ لان التيار ما بتغيرش في السير السيركتس التيار ثابت وانت عارفين الكلام ده. ولذلك انا بطبق الكي في ال مش الكي سي ال صح يا شباب انا بطبق الكي في ال ما بطبقش الكي سي ال لان التيار ثابت. اي سؤال تاني بس يا ريت الصوت بس اي سؤال اخر دكتور معلش انا ممكن اقول انه الصوت 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 انا اساله بس ايه يعني انا عايز الصوت بس ما يكونش الصوت حد عنده اسئله اخرى يا دكتور انا سامع انا مش سامع يا دكتور. نعم انا ممكن اقول ان الار بتساوي زد كوزاين طبعا بص حبيبي انا اديتك كم مثلث دلوقتي مثلثين اديتك ثلاث مثلثات المثلث الاولاني امبيدنس تراينجل المثلث الثاني فولتج تراينجل المثلث الاخير باور تراينجل. طب تعالى للامبيدنس تراينجل الاضلاع بتاعه ار بعدين اكس ال وبعدين زد سعادتك لو انت عايز تقول ار بتساوي ايه هتقول زد كوزاين بس الاكس بتساوي ايه زد ساين ما ده رياضه تمام. ولذلك احنا الباور فاكتور كوزاين الزاويه عباره عن ار على الزد ما هي بص تجيب دي هي دي هي القانون كلها واحد وبعدين ديت ما فيهاش قوانين ده ديت حاجه يعني انت بترسم وعارف الكلام ده كويس قوي. اهم شيء ان انت خد الامور ببساطه خد الامور ببساطه. انا قلت لك برضو في يعني المحاضره اللي قبل السابقه قلت انا عندي حاجه اسمها الفيسور دايجرام او الفيسور ريبريزنتيشن وبعدين اما اتكلمنا على التايم دومين لو انتوا فاكرين على التايم دومين وعلى الفريكوانسي دومين. التايم دومين معناها عندك التايم دومين اي اوف تي بيساوي اي ماكسيمم ساين اوميجا تي خلاص وبعدين الفريكوانسي دومين معناها تقول للاي بيساوي اي ماجنيتود مع زاويه للتيار تاني مهم جدا. التايم دومين معناها حاجه في الزمن يعني تقول للفي اوف تي بيساوي في ماكسيمم ساين اوميجا تي زائد فار ده اسمه تايم دومين. الفريكوانسي دومين هتقول للفي كفيكتور بيساوي في ماجنيتيود مع زاويه فاي واضحه ولا لسه يبقى انا عندي في حاجه نعم تمام كده يا دكتور حاجه فيها تايم دومين اقول للفي اوف تي بيساوي في ماكسيمم ساين افتح قوس اوميجا تي زائد فار ده اسمه تايم. لما اقول لك اكتب المعادله دي في صوره تايم دومين لازم تعملها لي على الشكل ده. طب واحد جيت وقلت لك ان الفولت الفولتميتر او الاميتر على سبيل المثال الاميتر ريدز 5 امبير مش كده الاميتر ريدز 5 امبير الاميتر اللي عندي في الدايره بيقرا 5 امبير رايت ذا ايكويشنز اوف ذا كارنت. هو ده سؤال خفيف اهوت ممكن يجي لك في اي وقت ممكن يجي لك في ام اس كيو يجي لك في اي حاجه امتحان خفيف اهو الدائرة بتحتاج فيها أميتر والأميتر ريدز 5 أمبير رايت زي إكويشن ذكر تقول إيه بقى الإكويشن بتاعت الطيار اكتب معدل الطيار. أنت عندك اللي هنا نركز مع بعض الأميتر بيقرأ إيه؟ RMS values
يا عم ذكروا الاميتر ريدز الار ام اس فاليو. ما هي علاقه الار ام اس مع اللي هو الماكسيمم؟ انت عايز تكتب المعادله بقى، عايز تقول الاي اوف تي بيساوي اي ماكسيمم. هل اقول اي ماكسيمم على جذر 2؟ نعم. هل اقول الاي اوف تي بيساوي 5؟ لا، اقول الاي اوف تي بيساوي كام؟ 5 جذر كام؟ جذر 2. جود. يبقى اذا عايز احول الار ام اس الى ماكسيمم، هتبقى ضرب في جذر 2. خد بالك العلاقه التي تربط الافريج فاليو مع الماكسيمم، العلاقه التي تربط الروت من سكوير فاليو مع الماكسيمم، لازم تعرف جذر 2 وباي على الكلام ده، لازم تعرفه. 2 على باي، لازم تعرف الكلام ده قوي قوي. يبقى انا دلوقتي لو عاوز احول، بقول الاميتر بيقرا 5 امبير، عايز اكتب المعادله، اكتب المعادله اي اوف تي بيساوي اي ماكس، اي ماكسيمم بيساوي كام؟ 5 جذر 2 ساين اوميجا تي. ما اكتبش اوميجا تي، اكتب 2 باي اف في التي. طيب التردد عندي في الشبكه معروفه، طالما ما ذكرتوش اي قيمه اخرى 50، يبقى اكتب 2 باي في 50 في التي، بس ده المعادله. طيب قلت لك ده انا عندي زاويه للتيار ومقدارها مثلا 3 درجات، هاتني كاتب كده اي اوف تي بيساوي 5 جذر 2 صايل 2 باي في 50 في تي زائد 3 درجات. لو قلت لك بالناس يبقى ناقص. خلاص كلام سهل وبسيط، هو كل ما في الموضوع الواحد عايز يذاكر يفهم. لو انا استبدلت في الدايره اللي جايه بقى وحطيت مكان ال ال سي، حطيت مكان ال ال سي، الاقي مفيش اختلاف الا اختلاف بسيط جدا. تعالى بقى نبدل ونحط سي، يبقى هنسميها بقى كاباستيف سيركتس، بدل ما هي اندكتيف هلاقيها كاباستيف. أبص ليه كده، أحط هنا عبارة عن دائرة فيها R مع C، ده C V C. طبعا كل اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت قلت والله بين اللي هو ال K V L برضو إن ال V of T بيساوي V R زائد ال V C. لو أنا بترجمها V R I Z R زائد ال I في Z C، قلت بقى في Z C، خلاص في Z C I R R، وبعدين Z C ناقص J X C، ناقص J I في X C. ده اللي هو الجزء الجديد، قال لي زد سي بتساوي ناقص جي اكس سي، واكس سي بتساوي 1 على اوميجا سي، بتساوي 1 على 2 باي اف سي، اف في سي. طيب يبقى الفي اوف تي بتساوي الاي في ار ناقص جي اكس سي، يعني بيساوي الاي في زد نقل الموضوع. يبقى الزد بتاعتك كلامك هنا زد اصبحت ار ناقص جي اكس سي، خد بالك ار ناقص جي اكس سي. يعني المره اللي فاتت في حاله اسمها كاباستيف سيركتس، ده على بعضها اسمها كده كاباستيف سيركتس، كاباستيف سيركتس كباستيف. يبقى انا دلوقتي الدايره اللي قدامي كباستيف، الزد بتاعت كومبلكس نمبر ار ناقص جي اكس سي، يعني كماجنتيود مع زاويه زد، وزاويه هنا ناقص ثيتا زد، لان بتساوي كماجنتيود الجذر التربيع مع ار سكوير زائد اكس سي سكوير تان ماينس 1 ناقص اكس سي على ار.
اكس سي ار ناقص اكس سي ار هتطلع كده. ما تيجي ترسم المثلث دي الار ده ار وبعدين انت بتقول ناقص جي جي زاويه 90 جي دي على بعضها جي دي معناها زاويه 90 عارف كده يبقى ناقص بالتحت ده عباره عن جي او اكس سي بالنص ده عباره عن زد الزاويه ده المثلث المرور. طيب المثلث ده برضو اسمه امبيدنس تراينجل امبيدنس تراينجل لان اضلاعه عباره عن ار واكس سي وزد لو ضربت في التيار يبقى اديك اي في ار اي في جي اكس سي اي في زد يبقى فولتج تراينجل ركز مع بعض لان مهم جدا يبقى انا دلوقتي ده اسمه امبيدنس تراينجل العلاقه التي تربط اللي هو الار مع الزد برضو عباره عن الباور فاكتور الباور فاكتور في هذه الحاله هيكون هنا ريليتد بالتيار هنشوف دلوقتي هنلاقي التيار هو المتقدم بالباور فاكتور المتقدم نبص الاول ده عباره عن اسمه امبيدنس تراينجل ما معنى كلمه امبيدنس تراينجل الاضلاع بتاعته كلها عباره عن مقاومات يعني اومز يبقى ار اكس سي اوم وزد اوم طيب لو ضربت في التيار يبقى اي في ار في اي في ناقص جي اكس سي يبقى في سي يبقى في ار وفي سي واي في زد يبقى الفولت بتاع السبلاي اسمه فولتج تراينجل واضحه يا شباب ولا لسه؟ شباب ولا حد بيسال فين؟ انتوا نمتوا ولا لا؟ واضح يا دكتور فاهمين ولا مش فاهمين؟ لا تمام يا دكتور جميل لو انا ضربت في مربع التيار لو انا ضربت في التيار مربع التيار يبقى انا عندي اعملها عندك انت وانا شغال اي سكوير في ار ده البي اي سكوير في اكس سي ده الكيو اي سكوير في الزد ده الاس يبقى هي اسمه باور تراينجل يبقى انا حولت الامبيدنس تراينجل الى ثلاث مثلثات دلوقتي مره امبيدنس تراينجل مرة فولتج تراينجل مرة باور تراينجل فولتج تراينجل يعني كل اضلاعه فولت في ار وفي سي وفي زد او الفي بتاع السبلاي امبيدنس تراينجل يعني اضلاعه كلها اومز ار واكس سي وزد باور تراينجل يبقى كل اضلاعه عباره عن باور واحد يقول لي الكيو انا مش عارفها حاج بص معايا تو اليمنتس اللي هي او ار واكس ال التيار لما بيمر يا باشمهندسين بيبقى عندي اي سكوير في ار دي باور واي سكوير في اكس سي او اكس ال دي باور الباور اللي فوق بنسميها اكتف باور او بنسميها ديسيبيتد باور في ريزيستنس الباور اللي موجوده في المكثف اللي هو اللي احنا بنقول عليها رياكتف باور ودي موجوده لان الجزء ده الجزء يا اما عباره عن اكس سي او اكس ال وبسميها رياكتيف والباور دي غير فعاله واحنا بنسمي في حاله الار عباره عن ديسيبيتد باور في حاله الال والسي بنسميها ستورد انرجي ستورد انرجي معروفه اللي هو نص انتوا عارفين طبعا ان ستورد انرجي موجوده في الكويل وموجوده في الايه في المكثف نص اي سكوير في الال ستورد انرجي انت خدتوها في المكثف فاذا انا بتكلم على ثلاثة كومبوننتس للباور البي والكيو والاس اللي هي مجموعة الاثنين البي اكتف باور وات كيلو وات ميجا وات جيجا وات اللي هو دايما يقولك المحطة بتاعتي بتولد لي كذا ميجا وات يبقى بيتكلم عن اكتف باور خلاص الرياكتف باور دايما ملي يتكلم عن المكثفات يقولك انا عندي هنا مكثفات كذا كيلو فار كذا كيلو فار كلمة كيلو فار يعني مكثف على طول كيلو فار فدايما بتكلم على الكيلو فار بتاع المكثف الاس يعني اديك مثال بسيط للاس واحد مش فاهم كلمه اس يعني بقول قدره ظاهريه يعني هقول لك المحول ده هو المحول عباره عن واحد ميجا فولت امبير يبقى الساعه بتاعته الكليه واحد ميجا زي ما بقول لك المولد ده هو عباره عن 100
كيلو فولت امبير. 100 كيلو فولت امبير، خد بالك كلمه 100 كيلو 100 كي في اي، يعني 100 كيلو فولت امبير، يبقى الساعه بتاعته الكليه ما اقدرش احمله اكتر من 100، بل احمله اقل. المحول قلت لك ان هو 1 ميجا فولت امبير، معناه ساعته ما اقدرش احمله اكتر من كده. لازم تفهمني، انا لما اقول لك انت حملك تقدر تشيل كذا، ما اقدرش احملك اكتر من حملك، خلاص. فاذا الساعه الكليه بسميها اس بتاعه الحاجه. يبقى انا عندي دلوقتي بتكلم عن المولد، بتكلم عن المحول، بتكلم على اي حاجه فيها اس، بتكلم على ساعه، قدره ظاهريه اسمها قدره ظاهريه. يبقى انا عندي في ريال باور، رياكتيف باور، وفي ايه ابيرنت باور، قدره فعاله، قدره غير فعاله، قدره ظاهريه. انا شرحت باستفاضه عن تصوري، ما فيش مشكله. هنبص للكاباسيتيف سيركتس، هلاقي ان الفولت الفي اوف تي بيساوي في ماكسيمم ساين اوميجا تي. التيار هلاقي من التيار الاي بيساوي اي ماكسيمم ساين اوميجا تي زائد فور. التيار هو المتقدم، التيار في الدائره دي هو المتقدم، وبالتالي طالما التيار هو المتقدم، العلاقه التي تربط التيار مع الفولت هنا زاويه فور، بس بقول التيار ليدز اللي هو مين، اللي هو الفولت. يبقى في الدائره الكاباسيتيف سيركتس التيار هو اللي ليد بزاويه فاي، والفاي دي مور زان الزيرو للزان ال90، باور فاكتور ليد. طبعا الكلام ده كله مكتوب عندك. انا تصوري دلوقتي يعني فاضل لنا يمكن 10 دقايق، انا هترككم للاسئله عشان انا واقف عن ار ال وار سي، وبعد كده ان شاء الله الاسبوع القادم هتشتغل معاكم على ار ال سي توالي وتوازي. قبل الاسئله بس بعد اذنك. نعم قبل الاسئله بعد اذنك بس اتكلم معاك موضوع مهم، موضوع العملي. انا كريم من دول الدفعه. يا كريم مالك يا كرم؟ الموضوع العمل يا دكتور، احنا حرفيا مش عارفين ننزل نشتري اي حاجه، ومش عارفين نعمل اي حاجه للمشروع. والله يا كريم تم دراسه هذا الموضوع ونظر للظروف اللي احنا ربنا يعني يكرمنا كده ويرفع عننا البلاء. انا كلمت المهندس دكتور محمد عطيه والمهندس محمد عبد الحميد، فقلنا يا كريم نعمل امتحان كويس كده للعملي. طب يا دكتور ما ينفعش يبقى ريسيرش مكان نفس اللي كنا هنعمله، بس نعمله على هيئه ريسيرش؟ الريسيرش مش هيبقى كويس، هيبقى فيه نقل من البعض، ما فيش تقييم اكتر، ده هم 30 درجه وال30 درجه مهمين. فانا حتى لو هنعمله نتسال فيه يا دكتور من يوم ما ننزل يعني. والله بص انا ممكن اقسمه جزئين، يعني دلوقتي سيبني افكر مع الدكاتره. تمام. اذا كنت انتوا في الترم الاولاني لقيتوا مشاكل في العمل في الامتحان اللي اتعمل، وبس انت خدتوا حقكم فيه عادي. لو احنا اصلا عملنا 15 على ريسيرش و15 كويس كده بسرعه على العملي، ممكن ابلغكم من الاسبوع ده او الاسبوع الجاي بالكتير قوي. ولكن هو المحطوط في الخطه صراحه ان احنا نعمل كده اونلاين كويس، كده اونلاين كويس للعملي، يعني اسئله سريعه برضو زي اللي انا بقولها دلوقتي. لا يا دكتور، الاقتراح اللي حضرتك قلت عليه يمكن احلى من الكويس كامل يعني. نعم، الاقتراح اللي حضرتك قلت عليه احسن من انه يبقى كويس كامل بس. طيب ماشي، انا بقول لك لو هو في جزء بس ارجو ما حدش ينقل من الثاني، لان لا ما فيش نقل، ده معناه ان انا هدي زيرو للناس. حاضر. عموما يعني عموما ده دراسه، وممكن ابدا اشوفها لك النهارده، ما فيش مشكله. تظبيط درجه العملي دي يا اما واحد كويس كامل من مدته نص ساعه، برضو اسئله سريعه وممكن مسائل حلها بسيط، طالما ما فيش امكانيه ان احنا نعمل اي حاجه عمل. انا كنت طلبت حاجات عملي بس ما فيش امكانيه زي انت ما قلت، ما فيش وقت حد ينزل وحد يطلع، وربنا يشفي كل مريض. او نعمله فعلا ريسيرش كده، تعمل له حاجه على 15 درجه وحاجه تانية ايه اقدر اقول لك عليها الناس 15 درجه. طيب انا مهتم بالاسئله الاول، لان بصراحه شابتر 6 انا بقول لكم بجد، اولا عشان تفهم السيركت ده حاجه الوكيل، يعني بقول لك لوكيل امسك الكتاب
من أول، والشرح اللي أنا أقوله من أول بالضبط كده، فضك من التعريف الأول، تعمل جينيريشن للسينجل فيز إزاي، إن أنت تجيب ملف وتحطه في بيرمننت ماجنت وبعدين تأثر عليه بفورس يقطع خطوط المجالي يعمل انديوز دي إم إف، والانديوز دي إم إف القانون بتاعها إيه بيساوي إن في الديفاي باي دي تي، محفوظ الكلام ده صح؟ ولكن ممكن أصلا يجي لك سؤال نظري كده لو هنعمل أسئلة نظرية سريعة اللي أنتوا عارفين. تعريف الباور فاكتور، تعريف التردد، تعريف الافريج فاليو، تعريف الروت من سكوير فاليو، البريوديكال تايم، يعني الحاجات الكلام ده كله لازم في الشيفت لازم تكون عارف. بعد كده دخلنا في الزد وهي الامبيدنس بتاعت مين الدائره. زد قلت لك الدائره اللي تحتوي على ار بس بنسميها زد ار بتساوي ار، الدائره اللي تحتوي على ال بس بنسميها زد ال عباره عن جي اكس ال، الدائره اللي تحتوي على سي بس بنسميها زد سي ناقص جي اكس سي. الكلام ده لازم تكون عارف. الدائره التي تحتوي ار مع ال اصبحت مش بنسميها زد ار زائد جي اكس ال او ار ناقص جي اكس سي، يعني ككومبلكس في صوره الريكتانجولار فورم، يعني عباره عن ريكتانجولار والبولر، البولر اللي انا بقول ايه الماجنيتود مع الزاويه. طبعا لو انت شغال بيدك فكان يستحسن ان انت تقسم مثلا بولر مع بولر، يبقى انت بتقسم بولر مع بولر، او في الضرب تضرب بولر مع بولر، وفي الجمع والطرح يبقى الكارتيزي ار زائد او ار ناقص. ولكن مع شغلنا عن الاله الحاسبه ما عادش بتفرق بقى ان انا اشتغل بولر او كارتيزي، ما عادش بتفرق خالص بالنسبه لي. فالكلام ده لازم اكون عارف. ادخل على خواص الدوائر وخاصه متى يكون الباور فاكتور 0، متى يكون الباور فاكتور 1، متى يكون الباور فاكتور مثلا نفترض اللي هو بتوين اعلى من 0 واقل من 1، ومتى يكون لاج ومتى يكون ليد. الباور فاكتور متعلق بالتيار، التيار لاج يبقى الباور فاكتور لاج، التيار ليد يبقى الباور فاكتور ليد. متى يكون التيار لاج؟ التيار لاج في حاله الاندكتيف سيركتس على طول كده، قاعده خدها. تيار لاج في حاله الاندكتيف سيركتس، ماذا يعني الاندكتيف سيركتس؟ ار بلس جي اكس ال. التيار ليد، ليد في حاله الكاباسيتيف سيركتس ار ناقص جي اكس سي، وبالتالي الباور فاكتور ليد في الكاباسيتيف ولاج في الاندكتيف. خلاص مفيش مشاكل عندنا خالص، كلام يعني سريع مفيش مشكله. اقدر احسب احسب، لان انا لو شغال ار مع اكس ال او ار مع اكس سي كل القوانين بطبقها اللي انا خدتها، كي في ال وقانون او كي في ال ما يساوي ايه؟ الفي بتاع السبلاي يساوي في ار زائد في ال او في ار ناقص جي في سي. يبقى انا اقدر احسب الفولت، اقدر احسب التيار الاي بيساوي في على زد، اقدر احسب الزد، اقدر احسب اي كميه حتى الاكتف باور. الاكتف باور اقدر اقول الاكتف باور بيساوي اللي هو عباره عن الاس كوزاين فور الاس، او تقدر تجيبها باي وسيله والكيو اس ساين فاي. الكلام ده كله قوانين ومسائل بسيطه وهايفه، بس عايزك تاخد في الاعتبار ان انا افترض ان انا قلت لك الاميتر او الفولتاميتر بيقرا 5 فولت او بيقرا 3 امبير، اكتب معادله الفولت او معادله التيار. لازم تعرف ان القرايه بتاعه الفولتاميتر والاميتر الار ام اس، اما اجي احولها الى ايكويشنز بكتبها في التايم دومين، يعني الفي اوف تي في ماكسيمم، اشوف علاقه الماكسيمم مع الار ام اس سواء للتيار او للفولت. التيار كان له زاويه احط زاويه ساين اوميجا تي زائد فاي، لو ناقص يبقى ناقص فاي، والاوميجا احولها 2 باي اف. لو اديتك التردد بقيمه عاليه حط التردد باي قيمه، حط كلمه الاف، ولكن ما اتكلمتش خالص يبقى التردد بتاعك ب 50، معروفه كده التردد بتاعك ب 50. ايه اسئله تاني؟ معلش يا دكتور، ممكن بس اتكلم في حاجه اخيره، انا اسف. قول. بالنسبه لدكتور محاضره يوم الخميس، هو ما في محاضره محطوطه في الجدول الخميس اضافيه. طب هل دي ممكن يا دكتور يعني نضغط يعني نلغيها ونضغط المحاضره بتاعه يعني نزود المحاضره الاخيره اللي هي يوم الاحد اللي هي اللي زي دلوقتي يعني؟ معلش. والله حسب ما انتم عايزين تلغوها الغوها. يا ريت يا دكتور يعني. تو بايزين اصلا؟ لا يا دكتور مش حكايه بايزين والله، بس احنا مضغوطين. بقولك
او لو دخل لك المهندس محمد عبد الحميد وشرح لك مسائل وشرح لك اوفر وانت في شابتر 6 اللي انت هتمتحن فيه وهيجي لك فيه مسالتين او ثلاثه هو بيساعدك حتى انت لو فاهم النهارده 70% او 80% ممكن يوم الخميس تفهم 100%. طب ايه اللي انت خسران؟ والسؤال برضه ايه اللي خسرته؟ انت قاعد في بيتك ونايم على السرير وبتسمع الراج زي ما بتسمعني ده ولك عك يا عك. احنا مش احنا اديتك او انا بديك حاجه جديده انت كده كده يا شابتر 6 جاي لك في الامتحان حتى لو اخدت منه جزء بس هتذاكره كله غصب عنك. طب ليه؟ ما هو هيساعدك في حل لك مساله هيحل لك الزنب ما انت شايف تحله هيعد لك بسرعه. يعني هي المحاضره الاضافيه دي هتكتر تبقى للاسئله والحلول بس؟ اه طبعا هيساعدك. تمام ماشي. انا كنت مفكرها هيشرح حاجه جديده. يعني حبيبي انا حاطط في البرنامج بتاعي ان مثلا خلص الامتحان لحد شابتر كذا خلاص انا مسؤول قدامك ان انا اجيب اللي مش معناها بعمل محاضره اضافيه لان انا متاخر في المنهج. لا انا مش متاخر في المنهج ولا حاجه. تمام تمام. مش عايزين خلاص انتوا حرين. لا هي لو هتبقى المحاضره الاضافيه مع باشمهندس محمد حميد يخش يحل لنا ونسال. خلاص يا اخويا مع المهندس محمد حميد. لا مش القصد يا دكتور والله مش قصدي. انا قصدي انا عايزكم تكونوا في السيركت كويسين عشان بعد كده مش السنه دي وبس بعد كده ما فيش واحد يسال على حاجه ويقول ما خدتهاش. حتى طيب. الجزء اللي مش هتاخدوه هخلي سيرك الثلاثة يشرحوا لك الاول. تمام يا دكتور. ليه؟ لان حاجات مهمه. ده قانون اوم وكيرشوف والنظريات والبلاوي دي سواء في الدي سي ولا الاي سي دي موجوده معانا في كل المواد انت ده انا بحول لهم سنه ثالثه الى سيركت. في اي استفسارات اخرى عشان اخلص الزمن بتاعي؟ ماذا حضرتك يا دكتور؟ اتفضل. الجزء ده انت حضرتك بتسال فيه ازاي؟ يعني المسائل بتيجي ازاي؟ انا مش سامعك كويس في وش شويه يا ريت براحه كده. ايه الو؟ ايوه يا باشا. الجزء ده يعني المسائل بتيجي ازاي؟ الجزء ده يقول لحضرتك المسائل بتيجي في الجزء ده ازاي؟ المسائل بص لاول اكزامبل كده لو بصيت لاول اكزامبل في الشابتر 6 اقول لك عليه اول اكزامبل يعني بلاش نروح بعيد. يعني ايه سعادتك لو معاك الكتاب يعني نروح لاول اكزامبل. اول اكزامبل اللي انا بقول لك ممكن المهندس محمد احمد يجي يشرحه معاكم يوم الخميس. اول اكزامبل يا باشا بقول لك ايه اللي هو نعم اللي هو اكزامبل يا ابني اذكر عليا اكزامبل 6 2 صفحه 6 45 بيقول لك ايه؟ بديك دايره فيها ار مع ال قيمه الار 100 وقيمه ال ال عباره عن 0.3 هنري. طبعا كلمه هنري لازم تحوله الى اوم هتضرب في اوميجا. بيقول لك ان ذا سيركت شود انفجر الفي ار الفولت بتاع المقاومه عباره عن كام والفي ال مديك الفولت بتاع المقاومه والفي بتاع الكويل كل واحد فيهم 10 فولت. اسيوم زاد ذا كرنت مثلا اي اوف تي از ريفرنس. كلمه الاي اوف تي ريفرنس يعني التيار زاويته زيرو. يعني معناها لما تيجي تكتب المعادله تكتب التيار الاي اوف تي بيساوي اي ماكسيمم ساين اوميجا تي بس. يبقى زاويته بكام؟ بزيرو. حطيت الفاي بزيرو. وبعدين بيقول لك ايه بعدين كالكوليت ذا فريكوانسي اف اند ذا سيركت كرنت. بسيطه خالص. هو انت عايز تجيب التردد لازم اعرف اكس ال بكام عشان اكس ال بيساوي اوميجا ال. اجيب الاوميجا يبقى انا جبت التردد. فهو مديك الفولت على كل واحد عباره عن 10 فولت و10 فولت ومديك قيمه الار اقدر اجيب التيار واقدر اجيب اكس ال اللي هي في ال اكس ال ومن الاكس ال اجيب اوميجا اجيب التردد. بس اسئله هايفه وسريعه. بص على الاكزامبل وانا اخلي المهندس محمد عبد الحميد يبدا معاكم يوم الخميس في شرح الاكزامبلز والمسائل. ماشي يا شباب؟ تمام يا دكتور. شكرا لحضرتك. شكرا يا حبيبي. مع السلامه. دكتور قافل التسجيل. ما بيقفله. حاضر.
ما قفلوش. رجاله معلش كلنا ناخد من المحاضره عشان الدكتور ما قفلش التسجيل عشان بس وقت المحاضره ما يطولش. بعد اذن كل الناس تخرج من المحاضره. هذا يا مطر اخرج رجاله لازم يا جدعان اخرجوا من المحاضرة يا جدعان عشان ده كله داخل التسجيل. ثبت المحاضرة ونام. ايه الدكتور اتكلم على الفاينل؟ لا ما اتكلمش عليه، اما الفاينل وقته يجي ما تقلقش هجيب لك تفاصيل عنه. طب ماشي.